الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رسالة الشهيد البطل أحمد زبان. أقارب الأعزاء، أم العزيزة، أكتب إليكم ولست أدري أن تكون هذه الرسالة هي الأخيرة، والله وحده يعلم. فإن أصابتني مصيبة كيفما كانت فلا تيأسوا من رحمة الله، إنما الموت في سبيل الله حياة لا نهاية لها، والموت في سبيل الوطن ما هو إلا واجب. الله يرحم الشهداء، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر، والسلام عليكم.